مساء الخير. بأيار نام على سطح الدار، هيك بيقول المثل. بلغ تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي أعلى مستوى حتى اليوم، فقد بلغ أكثر من 410 أجزاء بالمليون. وأعلن العلماء بجامعة كاليفورنيا أنه هالمؤشر خطير جداً ورح يزيد مع الثورة الصناعية اللي عم بيشهدها العالم. بالعودة لطقسنا، ربيعي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة على الساحل ومنخفضة على الجبال خلال الليل. الرطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 23 درجة. وبدءا من الخميس المقبل رح يتأثر طقسنا بكتل هوائية حارة رح تؤدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية وانخفاض نسبة الرطوبة وبتستمر للأحد المقبل. الليل طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات القريبة للساحل. لبكرة الأربعاء طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وغطيتها كثيفة على الجبال بفترة المساء. نسبة تساقط الأمطار طرابلس من أيلول حتى اليوم 630 ملم، السنة الماضية 610 والمعدل العام السنوي 810. بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي راح تسجل الليلة على الساحل 18، على المرتفعات 13، بالبقعة 10 والأرز 8. بنبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي راح تسجل بكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل بيات 23 درجة، طرابلس 27، الأرز 18، 19 درجة بأرطبة، برمينة 24، بيروت 27، زحل 22، والنبطية 24 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 50 و80%، حرارة سطح المي 23 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. الرياح بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقسنا لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار الأربعاء بتتراوح بين 18 و27 درجة، الخميس بين 20 و30، والجمعة بين 23 و31 درجة. بنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع أبو ظبي و 39 درجة، بغداد 32، والقدس 24 درجة. مثل ما منلاحظ بمعظم الدول الأوروبية بترتفع درجات الحرارة تدريجياً أكثر من 7 درجات بين الفجر والظهر لترجع تنخفض مساءً. مثلاً درجات الحرارة بباريس بتتراوح بين 11 درجة صباحاً وبترتفع لتوصل ل 22 درجة بساعات الظهر وبتعود تنخفض مساءً. أما بلندن بتتراوح بين 8 درجات صباحاً و 22 درجة ظهراً لتعود تنخفض مساءً. أما درجات الحرارة المعتمدة عالميا فهي لساعات الظهر. وهون نكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.